احنا معانا على الهاتف القوم موسى ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. سلام يا ابي. اهلا بيك يا استاذ الشهير. اهلا بقدسك. الحقيقة قبل اي شيء طمنا على قداسة البابا في اللحظة الحالية، اخباره ايه، صحته عاملة ايه، درجة الالم ايه، درجة الاستقرار ايه، علشان نطمن ونطمن شعب الكنيسة كله على قداسة البابا. يعني في اللحظة الحالية قداسة البابا في حالة مستقرة تماما، والحالة تم تشخيصها زي ما ذكر في بيان الكنيسة انه التهاب بسيط في العصب السابق. درجة الألم ايه؟ طمنا الشعب طبعا يحب يطمن ان قداسة البابا يعني المسألة يعني الألم فيها بسيط، وانه يعني هو ما فيش ألم يعني بالمعنى المعروف. الألم يعني لا يعني الأعراض ما فيهاش موضوع الألم. وبالنسبة لخطة العلاج والعلاج الطبيعي والأدوية مقرر تستمر مدة تقريبا قد إيه؟ هو طبعا معروف طبيا أنه موضوع العصب السابع بيختلف من الاستجابة فيه والتعافي من شخص لآخر حسب درجة الالتهاب وحسب يعني استجابة الشخص. لكن هو يعني اللي يهمني أقوله نقطتين. النقطة الأولى أنه طبعا قداسة البابا هيمشي على البرنامج الأدوية والراحة الجزئية وجلسات العلاج الطبيعي. النقطة الثانية أنه أجندة مواعيد قداسة البابا مستمرة كما هي بخصوص المقابلات الفردية. يعني أقصد أن قداسة البابا لم يعتكف بشكل كامل، وإنما هو قلل نشاطه لمنح نفسه راحة حسب نصيحة الأطباء. وده يا أستاذنا الحقيقة يعني جزء كان هام جدا في البيان، أنه يعني يوضح أنه قداسة البابا حالته تسمح تماما أنه يعمل مقابلات فردية، لكن طبعا الاجتماعات الرعوية والمجهود الكبير والأمور بالضبط اللي هي فيها عدد كبير من الناس وكلام كتير طبعا يحتاج فيها إلى شيء من الراحة. فبالتالي كان البيان شديد الوضوح، والحقيقة أنا بحيي هذا البيان، علشان لما سيدنا بيتعب يبقى ما فيش أي مجال لإشاعات، ونبقى عارفين كلنا الوضع الصحي بالضبط، وشعب الكنيسة يصلي له ويطلب له الشفاء السريع. يعني لا شك نطلب صلوات الكل. والحقيقة البيان لأنه موجه لأبناء الكنيسة، موجه للمصريين ككل بحكم أن قداسة البابا له محبة في قلوب الجميع. احنا كنا حريصين على أن احنا نرسم الصورة بكل دقة وبكل وضوح تقديرا واحتراما للجميع. والحقيقة كل يعني المواقع اللي نزل عليها الخبر كل الشعب سواء إذا كان يعني مسيحيين أو مسلمين كانت الدعوات بالشفاء والتمنيات والصلوات من أجل قداسة البابا بتوضح مدى حب يعني الشعب المصري لقداسة البابا لشخصه وكرمز طبعا للكنيسة المصرية. بدون شك. أنا بشكر قدسك جدا قدس أبونا القوموس موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وطبعا يعني ربنا يمد إيده بالشفاء الكامل لقداسة البابا ويرده بصحة سالمة للكنيسة ببركة صلوات جميع قديسين الكنيسة وبركة صيام الآباء الرسل اللي هيبدأ غدا، وببركة صلوات الشعب القبطي اللي بيحب سيدنا. ربنا يديم رعويته لينا، يعني أزمنة سالمة مديدة.